استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من هذا الشيخ الجليل، وقبل هذه الكلمة استمعنا إلى تلاوة من سورة هود، وأخذتني آيتان في سورة هود لسيدنا نوح. ونادى نوح ابنه وكان في معزك يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. النداء الثاني من سيدنا نوح: ونادى نوح ربه فقال ربي نبني من ايه؟ من اهلي، ها؟ وان وعدك الحق. بس قال ايه في نهايه الايه؟ وانت احكم الحاكمين. يعني اللي هتحكم بيه يا رب هو اللي هيصير. قال له ايه؟ يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. سيدنا نوح ده ابتلي كثيرا. ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء وقيل ادخلا النار مع الداخلين. زوجته وابنه كفر بالله تبارك وتعالى، كفر ولا يملك هداية هؤلاء. اعظم حاجة ان انت عايز تهدي ابنك للحق، تقول يا رب ابني من اهلي وإن وعدك الحق يا رب وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهل، إنه عمل غير صالح. دي قراءة أخرى، إنه عمل غير صالح. والسيدة آسيا زوجة فرعون كانت عايشة فين؟ من قال أنا ربكم الأعلى. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابنني عندك بيتا في الجنة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يبقى الهداية من الله. إنك لا تهدي من أحببت يا محمد ولكن الله يهدي من يشاء، فاسألوا الله الهداية لأنفسكم. اسأل من ربنا كده: يا رب اهدني. انت بتقول في الحمد لله رب العالمين، تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. احنا لا نملك إلا الدعاء في هذه الأيام، الدعاء اللي احنا غفلنا عنه، اللي احنا ابتعدنا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني يا محمد، قال له ايه؟ فإني قريب. طب ربنا في آيات أخرى بقول: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها، ويسألونك عن الروح قل الروح، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال. لكن إذا كانت هناك دعوة بين العبد وربه لا واسطة، حتى لو كان رسول الله: وإذا سألك عبادي عني يا محمد، لم يقل فقل لهم إني قريب، فإني قريب. الفاء هنا تفيد التعاقب على طول. وإذا سألك عبادي عني يا محمد فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمة محمد ما عادتش بتدعي، أمة محمد ابتليت لأنها ابتعدت عن الدعاء. وإذا سألك عبادي عني، قول يا رب، يا رب اللي نملكها اليومين دول، يا رب فرج عنا ما نحن فيه، يا رب ارفع عنا الغلاء والبلاء، يا رب ارحم امواتنا واموات المسلمين. الست اللي توفت النهارده كله هيموت، لقد مات سيد الخلق، ولو كان هناك احد يخلد لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها دنيا تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي، كله هيموت. سيدنا عمر ما سمع بخبر موت رسول الله، سيدنا عمر الفاروق، قال: من قال إن رسول الله قد مات
لأقطعن رقبته بسيفي هذا، هقطع رقبته اللي هيقول إن رسول الله مات. ويأتي سيدنا أبو بكر ويقول هون عليك يا عمر، ويدخل سيدنا أبو بكر على سيدنا رسول الله فيقبله ويقول طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ويخرج سيدنا أبو بكر ويقرأ قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وعنت الوجوه للحي القيوم، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يتقبلها في عباده الصالحين، وأن يسقيها من حوض نبينا شربة لا تظمأ بعدها أبدا. نعود إلى روضة القرآن مع فضيلة الدكتور عبد الناصر حرج. القرآن الكريم، القرآن، القرآن الكريم هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان، وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان. من عند ربي قد أتيت مفصلا، وبقيت وحيا دائم التبيان، فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا، وبعلم نحوك يستقيم لساني. مع فضيلة الدكتور عبد الناصر حرج. لا متى سيب كل عزمة. هل يا ربي هل يا ربي يا رب. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من
مدكر سيدنا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر حاضر حاضر بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في في مقعد صدق إن عند ملي إن المتقين
في جنات ونهر في مقعد صدق عند المليك. وقفت عليك عليك يا دكتور عليك عليك يا سيدنا صلى على النبي هو مرق عليك يا دكتور عليك مرق في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله
الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ربنا يوعدنا وإياكم بس الصوت معلش بعد إذنكم نهدى شوية نهدى شوية حاضر نهدى كبير ألف سلام وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا أيوة أستاذ يتقبل الله منا منكم أهل الشحاب يا رب يا رب
فيها فاكهة فيها فاكهة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي بينهما برزخ ده كتير عليه نأدي العمالقة دول رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ عرفت عليك 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 يا دكتور
بينهما برزخ لا يبغيان. بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي بينهما برزخ. عرفت عليك بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان 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 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان الله
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عظيم جدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم في قريش إلافهم. رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم كالكوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. هذا كتاب الله نور ساطع فتمسكوا بالذكر والفرقان. قرآن ربي قد أتانا هاديا ومبشرا بسعادة وأمان. بلسان أحمد قد قرأنا آية أنعم بآيات وصدق لساني. يا ليتنا نسعى بنور كتابنا حتى يعم النور في الأكوان.
وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية من فضيلة الدكتور عبد الناصر حرق، والذي سيكون قارئا لفجر هذه الليلة بمشيئة الله تعالى عبر موجات الإذاعة المصرية. ندعو له بالتوفيق بمشيئة الله.